بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا أعزاء. اليوم نأخذ المحاضرة الثامنة وهي تكملة لمحاضرة الأطياف لفصل الثالث الإشعة الحمراء. أخذنا المهتز التوافقي وعرفنا القيم الطاقية والمستويات الطاقية. المهتز التوافقي اللي هو جزيئة ذات ذرتين تطيع قانون هوكن، وأخذنا المهتز اللاتوافقي وهي جزيئة حقيقية لا تطيع قانون هوك، وعند يكون مط الآثرة أكثر من 10% من أصل الآثرة أو مرونتها تؤدي إلى تفكك الآثرة. وأخذنا المستويات الطاقية، وأخذنا القيم الطاقية والفرق الطاقي لمستويات المهتز اللاتوافقي. الآن موضوعنا، وأحب دائما تنتبهون على الموضوع، يتكلم عن inharmonic vibration and rotation spectra for diatomic molecule. جزيئة ثنائية الذرة تمتلك أطياف دورانية واهتزازية لا توافقية. احنا دائما الجزيئة اما تقاس أطيافها بالطور الغازي او بالطور السائل. فعند قياس الجزيئة البسيطة بالطور الغازي وباستخدام جهاز ذي قوة فصل عالية، يكون هناك مناطق امتصاص بشكل معقد. الشكل المعقد يسموه التركيب الدقيق او ما يطلق عليه بالفاين ستراكشر. زين، هذا المحزم الامتصاص المعقدة هي نتيجة التغييرات الحاصلة في طاقة الدوران والمصاحبة للانتقالات الاهتزازية. زين، اذا تم قياس الطيف لهذه المادة في الطور السائل راح تختفي الانتقالات بين مستويات الطاقة الدورانية بسبب التصادمات، وبذلك لا يمكن ملاحظة التركيب الدوراني الدقيق في حزمة الاهتزاز. نجي، هاي الطاقة الكلية للجزيئة ممثلة بالمعادلة الآتية: الإي توتال شو تساوي للإي فايبريشن زائد الإي روتيشن، هذه بوحدات الجول أو إرك. انتبهوا على الوحدات والمعادلات بدلالة الوحدات. زين، الطاقة بدلالة السنتيمتر ناقص واحد نعرف احنا نكتبها بدلائل بالرمز ايتا، توتال يساوي الاي فايبريشن زائد الاي روتيشن. زين، عند دراسة طاقة الجزيئة التي تعاني دورانا واهتزازا في آن واحد، احنا يجب ملاحظة ما يأتي. احنا هنا راح نفصل طاقة الدوران منه وطاقة الفايبريشن او الاهتزازية على مود نصل الى طاقة الكلية للجزيئة. عندنا طاقة الدوران ممثلة بالمعادلة 3-37 مثل ما تلاحظون من حدين. الحد الاول تعرفوا هو للدوار الصلب ناقص الدي في هذا الحد. الدي هو ثابت تشويه الطرد المركزي، السنتر يوغل ديستريبيوشن كونستانت. بسبب صغر هذا الثابت الدي، زين، والسبب الثاني انه قيمه عدد الكم الاهتزازي عدد الكم الدوراني جاي اقل من 10، يمكن حذف هذا الحد الثاني فتصبح المعادله كما موضح امامكم. الايتا بدلالة الجي عدد الكم الدوراني يساوي لي بي في جي، جي زائد واحد. زين، اما الطاقة الاهتزازية المن للجزيئة ذات الدوران والاهتزاز اللاتوافقي، ناخذ اول شيء قيمة الطاقة الاهتزازية اللاتوافقية كما وصل المعادلة 3-24. زين، هذه هي الطاقة الاهتزازية. وبالتالي للحصول على معادلة الطاقة للمستوى الواحد للاهتزاز والدوران ممثلة بالمعادلة 3-40، ومثل ما تلاحظون تتكون لي من الجزء الأول هو التابع للمستوى الدوراني زائد الحد الثاني اللي هو تابع للمستوى الاهتزازي، ومثل ما تلاحظون بدلالة السنتيمتر ناقص واحد، فهاي معادلة
الدوران والاهتزاز ذات الاهتزاز اللا توافق، زي هي مكونة من ذرتين بس اهتزازها لا توافق. زين، شنو قواعد الاختيار في طيف الاهتزاز الدوراني هذه الجزيئة؟ عندنا مثل ما تعرفون دائما، وللتمييز دائما عندنا الأطياف أول شرط بيها حدوث تغير في عزم ثنائي القطب دايبول مومنت، لازم هاي أول شرط. من يجيكم سؤال أي الجزيئات الآتية تمتلك دوران، طيف دوراني أو طيف اهتزازي، أول ملاحظة تلاحظوها هو هل تمتلك عزم ثنائي القطب؟ هل تمتلك هذا؟ ومن يجي من شكل الجزيئة، تعرف شكل الجزيئة، تعرف التوزيع الفراغي إلها، تعرف وجود ذرة ذات كهرة سالبية عالية، وعندكم أنواع الجزيئات ذات القمة المتماثلة الغير متماثلة، فهاي يتبعها وياها تغير في الدلتا. فنجي، فأول شرط هو هذا الدلتا ميو لا يساوي صفر، هذا متفقين عليه. ثاني شرط الدلتا نيو هو يساوي زائد ناقص زائد ناقص واحد زائد ناقص اثنين زائد ناقص ثلاثة. ليش هذا التغير؟ لأن هنا عندي حركة لا توافقية، لا توافقية، فرقتني اختيارات أكثر من واحد. نجي إلى التغير في عدد الكم الدوراني يساوي لي زائد ناقص واحد. زين، من هذا الشكل أمامكم إيش كم طيف عندي بهاي الحالة؟ عندي ثلاث أطياف تنتج. أول شيء خلينا نتعرف على المستويات الطاقة الاهتزازية. عندي هذا المستوى الأول نيو يساوي صفر اللي بالأحمر، هذا المستوى الاهتزازي الأول، هذا المستوى الاهتزازي الثاني. الأول هو يساوي صفر والثاني يساوي لي واحد. بيناتهم شو يوجد عندي؟ المستويات الدورانية مقسمة من صفر إلى ما لا نهاية حسب من تلاحظون. هنا نفس الشيء عندي مستويات اهتزازية، بس انتبهوا هنا جاي فتحة للتفريق بين المستويات الاهتزازية بالمستوى الأول أو الجراوند ستيت بالأصح، والمستويات الاهتزازية بالجراوند بالمستوى الإكزايتيشن أو المثارة. زين، فعندي ثلاث أطياف. نجي أول طيف اللي هو واحد، شنو عندي طيف ينتج لي طيف اهتزازي نقي pure vibration spectrum. شنو قواعد الانتقاء له؟ هيات أول واحد دلتا نيو يساوي زائد ناقص واحد، عدد الكم الدوراني جي يساوي صفر for pure vibration spectrum. إذا تلاحظون ينتقل من المستوى الاهتزازي صفر إلى المستوى الاهتزازي واحد، فمحقق القاعدة واحد ناقص صفر واحد، فهاي تحققت هاي القاعدة. إيش نلاحظ؟ من الاهتزازي الدوراني صفر إلى الدوراني صفر، فدلتا جي تساوي صفر، تحققت هاي الشرط. هذا أول واحد. عندي طيف ثاني هو طيف دوراني نقي اللي ينتقل من هذا أي هنا، يعني خلال المستويات الدورانية، وين ما يعجبك خلي السهم، بس المهم تنتبه الانتقال من مستوى دوراني إلى مستوى البعدة. فهنا صار عندي تغير ثاني، شنو هاي ثبتتها لسهولة الحفظ، بالدوراني دلتا نيو تساوي صفر، ما صار أي تغير، أني المستويات الدورانية ضمن المستوى الاهتزازي الواحد يصير بها انتقالات هنا كأنما هنا إلى هنا هنا إلى هنا. المهم تغير بالدلتا جي هو واحد for pure rotation spectrum، وهاي ماخذيها عندكم قبل بالدوار الصلب من عنده دوران واهتزاز. نجي إلى الطيف الثالث اللي هو ثلاثة، دش للاحظة ينتقل من المستوى الاهتزازي صفر إلى المستوى الاهتزازي واحد، صار تغير بالمستوى الاهتزازي. بعد ينتقل من المستوى الدوراني خمسة إلى المستوى الدوراني ستة، فتحققت الشروط. فستة ناقص خمسة واحد، دلتا جي تساوي زائد ناقص واحد، واحد ناقص صفر يساوي لي واحد، for vibration rotation spectrum. واضح هذا الشكل؟ هذا نفسه في حالة الدوار الصلب
او الجزيئة التي تمتلك vibration rotation ونفسها في حالة inharmonic vibration rotation spectra. تنتبهون نفسه، بس شنو الاختلاف بيناتهم؟ لان هذا لا توافق، تنتبهون الى عدد الكم الاهتزازي عنده اكثر من انتقال، زائد ناقص واحد، زائد ناقص اثنين، زائد ثلاثة، ناقص ثلاثة. بينما هناك اللي جزيئة التوافقية فقط زائد ناقص واحد. تنتبهون على هاي الاختلافات. زين، هسه عرفنا احنا عندنا عدد الكم الدوراني قاعدته زائد ناقص واحد. اكو استثناءات لهذه القاعدة، تظهر ظروف خاصة. شنو هاي الظروف؟ بوجود بعض الجزيئات مثل من؟ أكسيد النيتروجين، جزيئة أو مجموعة الـ CH، OH، PO، فلوريد القصدية SNF. هذه الجزيئات أو المجاميع تحتوي على إلكترون أحادي. فش تسوي؟ بسبب هذا الإلكترون اللي يشترك مع الزخم الزاوي الذي يدور حول محور الجزيئة، يجعل انتقالات دلتا جي تساوي صفر مسموحة. تكون مسموحة في كل الأحوال عند الانتقالات الاهتزازية النقية. يعني إذا كان عندي دلتا نيو تساوي زائد ناقص واحد، هو هذا لازم لأن نقي. عندي دلتا جي تساوي صفر هم مسموح. لاحظ هنا هاي الانتقالات الممكنة في طيف الدوران والاهتزاز. إذا تلاحظون صار عندنا، صار عندي ثلاث احتمالات. احتمال انه دلتا جي تساوي ناقص واحد، وبهاي الحالة تسمى الحزمة الناتجة من هذا الانتقال P برانش، حزمة P. شي صار انتقال؟ لاحظوا الانتقال من واحد جي مستوى اهتزازي عندما صفر نيو يساوي صفر الى نيو يساوي واحد. ف انتقال من واحد الى صفر، فصفر ناقص واحد ناقص واحد. انتقال من اثنين الى واحد، واحد ناقص اثنين، لان احنا المنتقل اليه ناقص المنتقل منه، فسالب واحد. نحصل على الحزمة يسموها P برانش. الحزمة الثانية اللي هي قلنا عليها مسموحة، صارت مسموحة، هي دلتا جي تساوي صفر، والحزمة تسمى كيو. لاحظوا من صفر الى السهم هنا صفر، فصفر ناقص صفر صفر، واحنا هنا اكو تغير بالمستوى الاهتزازي من صفر الى واحد، باقي ثابت عندي هنا. ينتقل من واحد الى واحد هم صفر، من اثنين الى اثنين عادي، وهكذا. زين، الحزمة الثالثة عندي عندما جي تساوي دلتا جي تساوي زائد واحد، تسمى الحزمة R. تنتبهون كل حزمة شنو انتقالها وشنو اسمها المختصر R برانش. جدا لاحظ دا تنتقل من صفر الى واحد، فواحد ناقص صفر زائد واحد، تحقق الشرط. من واحد الى اثنين، اثنين ناقص واحد، تحقق الشرط. واضح؟ زين، اريد احسب الفرق الطاقي لهاي الحزم. الفرق الطاقي difference energy، الفرق الطاقي للR branch اللي هي شنية شرطها دلتا جي زائد واحد، واحنا دائما ثابتة للكل، ولاحظنا انه يدن تنتقل من مستوى دوراني في داخل مستوى اهتزازي الى مستوى دوراني اخر في مستوى دور اهتزازي ثاني، وهكذا. فدلتا نيو تساوي زائد واحد. المعادلة امامكم، شو تساوي لي؟ تساوي لي دلتا ايتا بدلالة جي ونيو، يعني عندي دوران واهتزاز. اول شي تساوي لي التردد الاهتزازي الاساسي، طبعا هو هذا لا توافق، لان احنا قلنا الحركة لا توافقية، زائد 2 بيتا في جي، جي فتحة زائد واحد بدلالة او وحدات السنتيمتر ناقص واحد، هاي لازم تنتبهون عليها. زين، جي فتحة هو صفر واحد اثنين ثلاثة، عدد الكم الدوراني المنتقل منه كما موضح بهذا الرسم الجانبي. عندي جي فتحة تساوي واحد. إذا تلاحظون أول حزمة اللي هي R بالأحمر
ستنتقل من جي تساوي واحد إلى جي يساوي اثنين، فاثنين ناقص واحد زائد واحد. وطبعا هاي بمستوى اهتزازي وهاي بمستوى اهتزازي ثاني. زين، عندي تردد الأساسي، خط الانتقال الأساسي ده يوضح حل هاي المعادلة. تريد تكتبها هنا عادي وياها، تريد تخليها بدلالة أوميجا فتحة وبعدين توضحها، تقول بدلالة العدد الموجي لين سنتيمتر، فدلالة العدد الموجي أوميجا فتحة تساوي لي التردد الاهتزازي اللاتوافقي في هذا الحد بدلالة السنتيمتر ناقص واحد. كاتبت لكم خط الانتقال الأساسي. زين، البي برانش شو تساوي لي شروطها؟ الدلتا جي تساوي ناقص واحد، ونفس الشيء عدد الكم الاهتزازي هو ثابت زائد واحد. ومثل ما تلاحظون الانتقال هو من جي يساوي واحد إلى جي يساوي صفر، فصفر ناقص واحد ناقص واحد تحقق هذا الشرط. شنو القيمة أو الفرق الطاقي لهاي الحزمة؟ يساوي لي التردد الأساسي ناقص نفس الحد هذه. فالمعادلة من تفهمها من البداية تحفظها، الباقي سهل عليك. الفرق هو في الإشارة، لأن هنا عندك دلتا جي هي فرق فرقها سالب، فصار السالب 2 بيتا أو بي في جي جي فتحة زائد واحد ونفس المنتقل منه. نجي إلى آر برانش، الحزمة اللي هي الانتقال دلتا جي تساوي صفر. هذا الحالة ما عندي أي اختلاف بالهذا، يعني الار برانش تحتوي فقط التردد الاهتزازي اللاتوافق اوميجا فتحة فقط، ما تحتوي على الدوران. وهذا الطيف يمثل لي هو الطيف المن العلي يسار البي برانش، العلي يمين ار برانش، والوسط يمثل لي الشدة الأعلى اللي هي كيو برانش. تردد الأساسي، تردد الأساسي. إلى هنا انتهت محاضرتنا. إن شاء الله المحاضرة الجاية راح تكون المحاضرة الأخيرة بالفصل الثالث. هو المفروض نعطيكم 5 فصول، بس بسبب يعني القرارات والمرض انكسر المادة، فهاي 3 فصول أنتم مسؤولين عليها. إن شاء الله 6 ساعة امتحانكم الاثنين، مو الاثنين الجاي، إن شاء الله هو 6 7 راح يكون الامتحان. فقط المادة الخاصة بالفصل الثالث، يعني هاي المادة هم داخلة بالامتحان. وأريد خلال ما تقرون الفصل الثالث وأي سؤال عندكم دزولي إياه على مود أدخله بالمحاضرة الأخيرة، وإن شاء الله هم راح أسوي لكم اختصار ل3 فصول، يعني المحاضرات مطلوبة 100%، بس أريد أبين بعض النقاط إذا واحد ما متبع عليها. اريد ابين مثلا شنو مطلوب، شغلات، اسئله ان شاء الله. وشكرا لاصغائكم.